جيسكاكو نقعدوا حنايا دي زالجيريا اشاك فوا محقورين 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 محقورين. نحينا مع الكاميرون ولوا ليكيب ناسيونال هنا محقورين. كي تشوف لا لوجيك انت العام اللي فات نهضت بركان داوها لامير ايكيب دافريك ولا مانيش غلط واش داو؟ داو لاكاف ولا سوبر كوب دافريك داوها لامير تاسون نورمال هاد العام ما كانش كاع سي با نورمال. لازم الوقت باش نبوزيو روحنا حنا تانيك نبوزيو روحنا في لاكاف في كلش سيمو زدنا سمعنا اليوم بلي بن شيخه تانيك الى ريفوزي على جال لو اسمو لازم يلحق الصوت ماشي هكذا نهضروا دوك ما راح صادي والعام جاي تتعاود حكايه واحده حنا تانيك الجزائر هكذايا لا تانيك حاجه كبيره الجزائر لافريك 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 هذا العام رانا نلعبوا بالاسم رانا نلعبوا بالاسم اوطون كو شامبيون ماشي سهله بيان سو هذه لياسما ماشي سهله لياسما عندها دو تيتر هكايا وربحنا الاهلي هكذا ميور ايكيب في لافريك انا ما فهمتش لاكاف هذه كيفاش يتخمم ميور ايكيب دات دو كوب ما كاش في لا ليست ربحنا الاهلي ربحنا الاهلي كي كانت لاباس بها حنايا ودو تيتر في ثلاث شهور في ثلاث شهور دينا دو تيتر والحقره تاع لاكاف تبقى دائما حنا اللي كبير كبير حنا في شهرين دينا دو تيتر كي كنتو نتوما مغبونين حنا كنا نديفيليو بصح في الميدان حنا بينا لهم دينا الاتحاد وديناها مع الاهلي السوبر في الاهلي وكاف حقرتنا وحقرت محرز محرز بالارقام خير منهم كاع التضامن تاعنا مع فلسطين في قطر والرايه الفلسطينيه هي اللي خلتهم حقرونا.